السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ولاباس عليكم. مرحبا بكم في القناة. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غنهضروا فيه على كيفاش نقدروا ندوزوا مقابلة عمل مزيانة، أي كيف أضمن مقابلة عمل ناجحة. قررت أنني نلخص لكم المراحل اللي خاصكم تتبعوها في 5 ديال لي زيتاب. طبعا غير كنسمعوا راسنا أن تقبلنا باش ندوزوا مقابلة عمل، أول سؤال كنطرحوه في الذهن ديالنا هو كيفاش خاصني نلبس؟ في هذا السياق بالنسبة للرجال أو للنساء فممنوع عليهم منعا كليا يلبسوا أشياء اللي هي سبورتيف رياضية أو شي حاجة اللي هي ديكونتراكتي كيبحال اللي غادي غير السويقة يتسخروا. فهنا أون بريفيليجي كنعتمدوا على كل ما هو كلاسيك، ماشي بالضرورة أنكم تمشوا أشاك فوا تشريو حوايج جداد ولا حوايج اللي يكونوا غاليين، لكن الأهم أنه تكونوا نظيفين، يكونوا حوايجكم نقيين، تكون فيكم ريحه زوينه، والالوان اللي تلبسوا ما تكونش الوان اللي كتبان بزاف بحال الاحمر الاصفر لا بلاكس. تلبسوا الابيض والاسود والازرق اللي هما يعني الوان هادئه اللي غتعطي لكم طباع جيد من الاول ديال المقابله. من بعد قبل ما نمشيو ندوزو هاد لونتروتيان خاصنا ناخدو معلومات على الشركه اللي غادي نمشيو ندوزو فيها هاد المقابله. من اهم الحوايج اللي خاصنا نتعرفوا عليهم هما المعلومات العامه على هاد الشركه، كيفاش كتخدم هاد الشركة. مثلا نقدروا نعرفوا نبحثوا على رأس المال ديالها، أو نعرفوا أيضا الشركات اللي كتعامل معاها والمهام ديال الوظيفة اللي حنا دفعنا ليها. بحال مثلا إلا دفعنا للمناجر مثلا خاصنا نعرفوا شنو هما المهام اللي خاص يقوم بهم هاد المناجر كمثال. يعني أنه فاش كنبحثوا على المعلومة ما كنمشيوش براسنا خاوي، فإذا طلبوا منا أننا نعطيو مقدمة على هاد الشركة فكنلقاو عندنا معلومات اللي ممكن نقولوهم واللي كيعاونونا أننا نبينو المشغل بأننا عندنا ليسبخي ديال البحث بلي كنبحثو. انطلاقا من هاد المعلومات غادي نقدرو نهضرو أكثر مع المشغل ونقدرو نقنعوه بلي حنا هما لي ميور اللي نقدرو نستاهلو هاد البلاصة هادي. ثالث حاجة وهي كيفاش خاصني نتعامل مع المشغل. هي حاجة طبيعية أنكم تحسو بستريس، لكن ستريس خاص يكون متحكم فيه. واول حاجه اللي ممكن تعطي انطباع زوين عليكم المشغل هي انكم تدخلوا مبتسمين وتبقاو مبتسمين من الاول حتى الاخير كيف ما كانت نوع الاجوبه اللي غادي تعطيو. واخا توحلوا مثلا شي سؤال لازم انكم تغارديو ديما ديك الابتسامه. الحاجه الثانيه وهي كما قلت خاصنا نتحكموا في ستريس ديالنا، اي الصوت ديالنا خاصو يكون بيان بوزي، خاصنا نحاولوا نخدموا على هذا الشيء هذا قبل من نهار لونتروتيان. وحاجه اللي اكيده وفعاله واللي جربوها بزاف ديال الناس هي انهم كانوا كيهضروا قدام المرايا، فحاولوا انكم توقفوا قدام المرايا وتحدوا التعابير ديال وجهكم واش كتحركوا يديكم وكيفاش كديروا باش تهضروا. حاولوا طرحوا الاسئله اللي ممكن المشغل يطرح عليكم، بحال مثلا ابسط سؤال هو كيفاش قدموا راسكم قدام المرايا. فهاد التمرين هذا ممكن تعاودوه اكثر من مره لمرات عديده، ومره على مره غادي تحسوا بالتحسن. قلنا بان الصوت ديالنا خاصو يكون مسموع جيدا ونحاولوا ما نتفتفوش وما نخافوش، حيت ابخي كنبقاو كاملين بشر وما كاينلاش نخافو في هذا النهار اللي غادي يدخلنا الخدمه اللي لطالما حلمنا بها. ثاني حاجه بالنسبه لليدين، وحنا كنهضروا مع المشغل وكنحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي كيطرح علينا، من الاحسن نتفاداو اننا نبقاو نستخدموا يدينا بزاف. واخا نكونوا مستخسين نحاولوا نحطوهم على طبله او فوق منا، مهم انه تشابك اليدين ولا نبقاو نحركوهم بزاف كيبين بلي اوني ستريس. الحاجه الثالثه اللي باش ايضا تركو انطباع جيد لدى المشغل، خاصنا في اخر المقابله خاصنا نحاولوا نديروا شي حاجه اللي تكابتي انتباه المشغل ويبقى عاقل علينا. فمثلا هنا انا كنقترح لكم انكم في اخر المقابله تصافحوا المشغل، ولا ايضا تقولوا له جو فو سويت اون بون جورني ولا اون تري بيل جورني، فهكا غادي يبقى كيتذكر عليكم اكثر من اي واحد اللي خرج عادي ومشى بحالو. كما قلنا اون بو لوي سويتي اون بون جورني. وحاجه اللي مهمه بزاف هي النظر مباشره الى العينين ديال المشغل. ففاش يكون المشغل كيهضر معاكم ما يمكنش انكم تشوفوا في البيرو ولا تشوفوا الفوق ولا تشوفوا لتحت ولا تبداو تشوفوا في شي حته، لا شوفوا ديريكتومون في وجه المشغل او بالاحرى في عين المشغل باش تبينوا على الثقه في النفس اللي عندكم وتبينوا ليه بلي نتوما ما خايفين. شوفوا نيت با ستريسي.
هذا دلنا على ترك انطباع جيد لدى المشغل، وخصوصا في آخر المقابلة بحال أنكم تصافحوه. فهنا ممكن يكون أيضا من الجيد أنكم تسولوه في الأخير عن كيفية التواصل فيما بعد، يعني مثلا تقولوا ليه واش هو اللي غادي يتصل بكم باش يعلمكم إذا تقبلتوا، ولا نتوما اللي خاصكم تتصلوا باش تشوفوا واش تقبلتوا ولا لا. من بعد حاجة اللي ضرورية بزاف بل بالأحرى هي اللي كتعطي صورة عليكم للمشغل، وهي السي في ولا ليتر دو موتيفاسيون. السي في ولا ليتر دو موتيفاسيون خاصهم يكونوا مكتوبين بواحد الدقة عالية، وخصوصا يكونوا خاليين من الأخطاء الإملائية. حاجة أخرى خاصكم تنوطيو في لا ليتر دو موتيفاسيون وفي السي في غير داكشي اللي نتوما تقدروا تعاودوا تهضروا عليه، يعني بحال لي كومبيتونس ديالكم، تكتبوا داكشي اللي نتوما ديجا عندكم عليه اون ايدي، عندكم عليه فكرة واللي مازال تقدروا ديفلوبيه وتهضروا عليه الا غادي توحلوا في شي حاجه ولا شي حاجه غادي تكتبوا فيها. من بين الاسئله اللي كتطرح بزاف في اي مقابله عمل وهي لي كاليتي اي لي ديفو ديالك، يعني المميزات والسلبيات. ففي هذا السؤال خاصنا نكونوا ذكيين بزاف ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. اول حاجه اللي مرفوضه رفضا قطعيا هي ان فاش يسولوك على لي كاليتي ولي ديفو ديالك تقول لهم بلي بزاف ديال الناس كيقولوا عليا مثلا انني خجول كمثال، مع مرضى نقولوا باللي الناس اللي كيقولوا علينا او بالاحرى حنا اللي خاصنا نتحملوا المسؤوليه ونهضروا على راسنا ونقولوا ها لي كاليتي اللي فيا وها لي ديفو اللي فيا. حاجه اخرى اللي ضروريه بزاف هي اننا فاش نهضروا على السلبيات ديالنا خاصنا نبينوا ونحاولوا نثبتوا اننا عارفين العيوب ديالنا ومتحملين مسؤوليتنا وكنحاولوا اننا نشتغلوا على هاد العيوب باش نتخلصوا منها. وفاش يقول لكم المشغل عطيني المميزات والسلبيات ديالك، لازم اننا نبداو بالمميزات هما الاولى الا ذكرهم هما الاولى طبعا، عاد نمشيو للسلبيات وما ندخلوش بيناتهم بجوج، ما نهضروش عليهم بجوج في خطره باش هكا ما نخربقوش المشغل. وحاجه مهمه بزاف اللي غنقول لكم دابا وهي اللي كتماشى مع المثل ديال A force de forger, on devient forgeron. يعني كل ما درنا الحاجة وكل ما حاولنا معها كل ما كنتقنوها مع الوقت ومع الممارسة أكثر. يعني المرة الأولى سي نورمال، أول أونتروتيان غادي يكون فيكم ستريس بزاف، ما غاديش تعرفوا كيفاش تتعاملوا، ما غاديش تعرفوا نوع الأسئلة اللي كتطرح، لكن هادشي ما خصوش يكون عائق يمنعكم من أنكم تعودوا تدوزوا مباريات آخرين، لأنه مع الممارسة كل مرة غادي تستافدوا اكثر، غادي تلقاو نقاط ضعف اللي ممكن تخدموا عليهم وتحسنوا من الاجوبه ديالكم في مقابلات العمل. كما كنقولوا بوتي تا بوتي، بشويه بشويه كنتعلموا دائما حوايج جداد. واخيرا كنتمنى الفيديو ديالي يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا من النصائح الخمسه اللي عطيتها لكم بعجاله. الا كان موضوع مقابلات العمل كيهمكم اكثر ما تردوش قولوا ليا في لي كومونتير ونديروا سلسله على هذا الموضوع. كنتمنى لكم التوفيق كاملين والله يسهل عليكم يا ربي في الخدمه اللي نتوما كتمناو، ونتلاقاو في الحلقه القادمه ان شاء الله.